السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. من منا لا يتذكر الجهاز الذي يوضع على الباب؟ صل على محمد، اذكر الله يذكرك، توكل على الله. نحن اليوم سنقوم بصنع جهاز مماثل له. صل على محمد، صل على محمد. مكونات المشروع: أولا لوحة الأردوينو، 2 سلك الطابعة، 3 حساس الموجات فوق الصوتية، وهو يشابه آلية عمل حيوان الخفاش بحيث يطلق موجات صوتية لا يسمعها البشر ثم يستقبلها. من خلال هذه الموجات يستطيع قياس المسافة، ولقد وضعت لكم فيديو يشرح عن هذا الحساس. رابعا بريد بورد، من خلال لوحة بريد بورد نستطيع جمع القطع بدون الحاجة للتلحيم، ولقد وضعت أيضا فيديو يشرح عن هذه اللوحة. خامسا جهاز تسجيل وإعادة الصوت المعروف بجهاز ساوند بلاي باك. ستة نحتاج إلى 7 أسلاك ذكر إلى أنثى، سلكين ذكر ذكر. سابعا بطارية مع توصيلة. طريقة المشروع: أولا نوصل الأردوينو بالكمبيوتر، ثانيا نبرمج الأردوينو، ولقد وضعت لكم الكود في أسفل المقطع، وكل ما علينا هو نسخ هذا الكود وإلصاقه في البرنامج والضغط على هذا الزر. بلا بلا بلا. ثالثا نقوم بتوصيل الأسلاك والقطع كما في الشكل الذي ترونه، ولقد قمت برفع الصورة، تستطيعون تحميلها من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو. وهكذا يصبح شكلها بعد التركيب. الآن نقوم بوصل البطارية لتشغيل الأردوينو، ثم نضغط على هذا الزر لتسجيل أي صوت تريده. مرحبا بكم. كما ترون أمامكم، لقد استشعر الحساس عن وجود جسم أمامه. مرحبا بكم. ولقد قمت بتجميع الجهاز في كرتون ليكون أكثر تنظيما، وتستطيعون وضع الجهاز في أي مكان تريدونه. مرحبا بكم في جامعة المجمع. مرحبا بكم في جامعة المجمع. اذكر الله يذكرك. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.